لابد يبدأ من شعبان، لابد الآن استغل شعبان لسه ما من مشى الآن. من الآن شعبان ما انتهى، عليك أن تصوم صوم اثنين وخميس أو صوم ثلاثة أيام في الأسبوع، عليك بالصدقة كل يوم أقل القليل، عليك بقراءة 10 آيات قبل أن تنام، 10 آيات بس، 10 آيات، عليك أن تحافظ على النوافل الراتبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. 2 بعد قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. عليك أن تجعل 100 تسبيحة صباحا و100 تسبيحة مساء. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وغفرت له الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. 4 كلمات. وإن صح الحديث الكلام فيه كلام لكن حسنه بعض العلماء، سبحان الله بحمد عدد خلقي ورضا نفسي وزيادة عرشي ومداد كلماتي، 4 كلمات بكل ذكر، بكل ذكر. شوف الكلمات الجامعات النافعات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني هو لو درب نفسه صباحا ومساء في هذا الباب وهو في شعبان، ويتذكر بأن النبي قال من قرأ آيتين ختم بسورة البقرة، آيتين آخر سورة البقرة ختم بهما يعني في كل ليلة، كفتا قيام ليل، كفتا الهم والغم والحزن والسحر والشيطان. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يدرب نفسه في شعبان عشان في رمضان يبدأ يستعد له، يدرب نفسه كل ما يدخل الليل يسقط حاجب الجبس ويكون في الليل يقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يقرأها تكفيه الليلة، تكفيه الليلة. وبهذا يكون قد على الأقل لازم شيئا النفس تألفه، وإلف النفس لا يذهب، إلف النفس لا يذهب إلا إذا نزعه أحد في هذا الباب. فالبداية من هذه، ثم بعد ذلك في رمضان هيئ قلبك لربك. أي عمل للطاعة التي ننشدها لا تكون إلا بمحبة القلب، فهيئ قلبك لربك. يعني الروشتة التي أقولها الآن، هيئ قلبك لربك. قد يسأل السائل ويقول يا أستاذ هيئنا القلب، يعني هيئ القلب وكيف أهيئ القلب؟ أقول أليس القلب يميل للرب وهو محل النظر، محل النظر لا القلب، فتهيئته تنقيته، تنقيته. عندنا أحقاد، عندنا غبش، عندنا حسد، عندنا طلب للدنيا، عندنا حب للنفس، عندنا شموخ والنظر للناس بكبر، كل ذلك لابد أن يعالج، لابد أن يعالج. يدخل الجنة رجل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان قد علمناه، ما هو مخموم القلب؟ قال القلب التقي النقي، لا غبش فيه، لا حقد فيه ولا حسد. رجل، قال النبي يخرج عليكم رجل من أهل الجنة 3 مرات متتاليات، يخرج نفس الرجل. فذهب لي عبد الله بن عمرو العاص، الحديث الطويل، فقال في الليل أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، إذن يقوم يأنس بالقيام، نايم إلى الفجر، ما استيقظ إلى الفجر. قال إذن الصيام ظمأ الهواجر، يصوم بالنهار، إذن ظمأ الهواجر، أفطر وأفطر معه. قال إذن الصدقة والنفع المتعدي، ما وجد ذلك. فقال يا هذا والله ما كان بيني وبين أبي من شيء، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فأردت أن أرى ما تفعل. قال يا ابني لن تجد عندي ماء إلا ما وجدت، لكني ما حسدت أحدا على نعمة أعطاها الله إياه، ولا أبيت في قلبي لأحد شيء. وقف هنا عبد الله بن عمرو العاص، عظم الأمر وقال هذه التي لا نستطيعها جميعا، تنقية القلب، تنقية القلب. فهنا إذا أردت حق النصيحة قبل إقبالك على رمضان، نقي القلب من كل شيء، نقي القلب من الدغل، من الحسد، من الحقد، من المشاحنة، من الحمل على الآخرين، نقي القلب. أنا أسامح كل أحد، حتى من ظلمني، حتى من كان منافقا وأراه يكيد لي ويمكن لي، أقسم بالله سامحته مسامحة تامة، لكن هو لن يستفيد، أنا سأستفيد، قلبي لن يحمل علي، لكن هو لن يستفيد. لازم يكون مع المؤمنين، لازم يتوب توبة نصوح ويرجع للمؤمنين حتى يصلح الله قلبه. لكن أنا أقول الآن إصلاح القلب هو رابطة الأمر. هذه هي، أردت أن تقبل على الله جل وعلا لا تقبل عليه ببدنك، لأن الإقبال بالبدن سريعا بيزول، كما قلت أنت شوف إيش بيحدث اليوم الثالث الرابع الخامس، انظر إلى الميزان، ده إقبال بالبدن، الإقبال بالقلب يبقى ثابتا لا يتراجع. فأولا اقبل على ربك بقلبك، إن أقبلت بقلبك قبلك،
وقلبك بيده سيملأه محبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي، قال الله تعالى من عاد لي ولي فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته هنا بقى إذا أقبل بقلبي أحبه، فإن أحببته إيش بقى المكافأة؟ كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته.